What is this? What is this? For what? Why? هلا والله، مقطع جديد من Dead by Daylight. في ذا المقطع راح نلعب سلسلة نجرب بيلد، ولكن قبل لا يبدأ المقطع أتمنى تكون حاطة اللايك، وإذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان تصلك المقاطع أول بأول. وليتس جو للجيم. يا جماعة خير، البنج كويس 99 ولله الحمد، يعني جاي مرة أسطوري. طبعا يا جماعة خير، البيلد زي ما شايفين قدامكم، أنا صراحة مستغرب من صاحب البيلد. يا صاحب البيلد، أوكي خلينا أول شيء نقرأ البيلد. يقول لك عندي لك بيلد يا وليد، الكيلر ليذر فيس، العب روين وبوب جاز وبومبوزل. أوكي روين بوب جاز وبومبوزل بيركات حلوة، والبيرك الأخير اللي كسر البلت بسرعة، وأدون اللي يخلي المنشار يدز قدام، والثاني على كيفك. طبعا الثاني أنا حطيت واحد سرعة اللي هو يقصد الدز اللي يبغاه، والثاني حطيت شحن سريع، يعني يكون شيء متوازن. بس أنا اللي محيرني في بلده اللي يكسر بلت بسرعة. قرب شوي فهمني، كيف أنت معك منشار تكسر البلت بسرعة فيه، ليش تحط بلت بيرك يكسر بلت بسرعة؟ شوف، يا أنا غلطان يا أنك أنت غلطان ومفهي في التحدي، يعني معليش، يعني أنا اعذرني، اسمح لي على قول ذاك الرجال، يا أنا غلطان يا أنت غلطان. شوف إذا أنا غلطان فأنا أعتذر، يمكن أنت تقصد سبيرت فيوري فأنا حطيت بروتال سترينث، فهذه مصيبة صراحة، لأنه الشباب اللي ضدي في اثنين ستريمر أو واحد ستريمر منهم. ولكن إذا أنا كنت صح فمعناته أنت غلطان، لأنك أنت حط بروتال سترينث إيش بايدة، أنت عندك منشار، يعني يرفع منشارك وكسر بلد بسرعة. المهم يا جماعة خير، المقاطع الأخيرة صايرين ما تصلها لايكات كثيرة، هل الغلط مني أنا ولا هل أنتوا فاهين يعني قاعدين تنسون سالفة اللايك؟ فإذا كان مني خطأ أتمنى يعني تكتبوا تحت في التعليقات عشان أحاول يعني إني أساعد نفسي وأصلح نفسي للأفضل، وإذا كان يعني فهوى منكم فأتمنى تحط اللايك، يعني وإذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات هينصلك المقطع أول بأول. أنا أصلاً أبغى أجي هذي والله إني يا أخي صاير لدرجة وأنا قاعد أسجل صاير حقود، صاير أسوي نفسي إني رايح لقدام وأروح على واحد بعيد. وين قاعد تسوي 360 علي؟ أوكي خلاص، عاد قاعد تهبل بنفسك، ترى عاد ما هو زين الواحد يهبل نفسه في منتصف الليل يجون وجن، والله خاص يوم يطير لك التورم. ليش حظي كذا يا جماعة الخير؟ والله يا جماعة الخير أنا أراهنك يا عزيزي المين سرفايفل قاعد تشوف المقطع راح تعرف إنه أنا حظي خايس، وأنت تعرف ليش حظي خايس، واللي مو عارف ليش أنا حظي خايس لأنه ذا الماب صعب يا أخي يلاقون التتم فيه. ليش أنا يلاقون بسرعة علي؟ لا أعلم، إذا أنت تعرف بالله علمني، تكفى يعني خلني أخفي النور شوي، مع إنه داري لو ما راح يشوفون يعني. كذا يعني النظام بس كذا يعني، يعني بس يعني إيه ما يفهم والله يا زول، أنا يعني والله يا زول يعني أنا صراحة صاير أمشي على خلاص على رول اللي يجي قدامي بطيحه، وإذا معاك ديسايسف معطني إياه، تونا بادين في الجيم يعني إيش ورانا يعني، أنا داري مع ديسايسف دوري مستحيل ما يكون مع ديسايسف. وجاب العيد لأنه ظل شوي ثابت يا جماعة الخير، ظل شوي هاجد، جاب العيد وش اسمه لاند مينا مين ميان اللي هو، احفظوا اسمه في حال هو الرجال كان معاه الديسايسف. لا هذا مو بيلي عشان اوه ماي جاد، معليه تصير والله فاهي، كيف كذا فهيت، والله شيء عجيب يا اخي. وين الرجال الاجودي راح؟ نين نينجن نادو توريني تراوا، صفا يا ربي خلاص اشتغل هذه توريني تراوا هذه تسويها يا صاحبي تجر فيها رانك ماوس. او ماي جاد يا تحسب ما يزعلان، انتظرني يطيح على راسي ذي بعد، يجعل والديك الجنه يا شيخ. اللي بعدها بالله، اللي بعدها واكون لك من الشاكرين، تكفى حيواني تكفى فيك يا اهبل. اوكي خلاص هو ظبطني تظبيط صراحة اسطوري، والله ان صراحة اخطر منه. اوكي يا اخي كل ما اخطي خطوة بلت قدامي، واو والله صراحة مشكلة هذه. انا ولاقي لوري اموري بخير، والله لو الاقي لوري اموري بخير. يطب
يمديني انقذه من هناك؟ ما يمديني. ابلع. انا لو الاقي لوري بس اموري بخير. لانه لازم واحدهم. اوكي. I will take it. يعني تحسبني مو شيء حلو انك تكسر بلد كذا بسرعه. والله يحرقوني الشباب. ما عاد الهارد هذا. بس انت ما ادري ايش بتسوي بالهارد حقك الحين. ايش بتسوي؟ الجيم طار. كم طار الجيم؟ والله ما سويت شيء الان. وربي ما سويت شيء. بليز. يا اخي. ما سويت شيء. المشكلة اني انا والله ماني قاعد اخطئ، يعني ماني قاعد اتلوى بلوب طويل وقاعد يحرقون جنريترات. قاعد اعلق يعني الحمد لله، يعني يا ربي لك الحمد قاعد احرق يعني. بس هم ما شاء الله عليهم. والله صراحة يعني انا ما ادري وش اقول، يعني انا خايف اني ازدحك ويولعون جنريتر اخير. وربي يعني شيء قاعد يصير، شيء غريب والله صدق. واو واو يا شيخ. ترى ما عاد دار ذا المروح ذا. والله ما عاد دار ذا. ما عاد دار. هذا اللي وقف عند البلد صح؟ ليه يترك البلد؟ واخر شيء يجونا كذي النوعية تفوز عليك. يا الله يا القهار. والله واحدهم يعني يطيح البلد ويمشي. تخيل ذي النوعية تفوز عليك يا صاحبي. والله صدق يعني والله شيء غريب صراحة. انا ما ادري ايش اقول يعني، والله ما ادري ايش اقول يعني. لا تهنينا بالجيم ولا انتوا تهنيتوا في الجيم والله العظيم. هذا جنيتر هنا ما راح يترك لنا اوصل. لا شوف لي على الخمة اللي داخل ضدهم. حرق جنريترات، حرقوا واحدهم، لوب واحد صغير ما يعرف يلوب فيك. عمي. يعني والله يعني لا تهنيت أنا بالجيم. ولا أنكم خليتوني أتهنى في الجيم. والله صدق يعني. أنا ما أدري إيش سووا كذا يعني صراحة، والله ما أدري والله. أزعجوني. والله شيء غريب. هو منطقيا بيكون تحت لانه الهاتش راح تكون تحت 100%. اوه الهاتش هنا. اقفله ولا انتظره ان يموت يا جماعه الخير؟ ايش رايكم؟ اقفل ولا اخليه؟ اقفل ولا اخليه؟ اقفل. قفل اندرلين قوم. صح صح. ما عندي مشكله معاه يعني صراحه ذا الرجال انا. والله اذا الجنريتر يمديه يطلع، ترى يمديه يطلع بالريوس اذا راح على البوابه ذيك، ترى يمديه. اما اذا كان هنا عند البوابه ذي فحظه الاكشر. يمدي اي حظ يا عمي. والله ما يمديني لو اني ايش. ما يمدي. واو والله يا الجيم خلص بسرعه والله العظيم. يعني انا ما ادري وش اقول ان الجيم. ابغى اشوف رانكات الشباب والله يعني. براند نيو بارت وطير والرو من البدايه. خذ لك لا يكتب لك كل بليد لول على اساس انه هو المنتصر الحين. الله ما ادري صراحه يعني ايش اقول صراحه ان الجيم ذا البيض. والله جيم بيض والله العظيم جيم بيض. انا اعتذر يعني على ما يحتاج اعتذر اصلا. انتم شايفين الجيم بعيونكم. بالله كم اخذنا وقت؟ انا ما ادري. انا الحين طالع لي 17 دقيقه بس. هذه 17 دقيقه من يوم اني بديت التسجيل ورحت درت بالعجله يعني هذا ودخلت جيم. ترى هذا كله 17 دقيقه يعني. ما ادري صراحه يمكن الجيم 9 دقائق او اقل. لا مستحيل ما فيها 6 دقائق. 4 جنريترات صلحت بسرعه. سيبنا ولا طحنا بب؟ دقيقه خلينا نشوف. طحنا بسببهم. ليتس جو للبيلد اللي بعده. زي ما شايفين يا جماعه الخير قدامكم الكيلر افريدي، البركات، بوب جاز ذا ويزل، روين، ستوبي بوتشر، ثاناتوفوبيا، الادونات، اي شيء. رانكي 4. يا اخي وش في اي شيء يا اخي؟ يعني كيف انت بالله تحط بيلد وتقول لي اي شيء؟ انا ما ينفهم. هل انت تقصد انه فريدي جبروته عظيم لدرجه انه اي شيء عادي ينفع معاه؟ صراحه انا اشوف فريدي يبغى له ادونات،
قوي هو الرجال اجو فريدي والنعم فيه ما اختلفنا، ولكن يعني يبغى له ادونات صراحه يا جماعه الخير. صراحه فريدي يبغى له ادون. انا عن نفسي ترى ما استعمل ادون البلد فيك مع انه ورط والله طيب يا اخي. فيني ورى وذي وش يا الله ما ادري ايش فيني صراحه. المهم ما علي شو اسمه الادون الفيك بلد صراحه قوي، ولكن الدريم سنسر صراحه قويات اكثر مليون مره. علم يا جماعه الخير حاب اخبركم شيء. طبعا انا حاليا حاط ادون انتم شايفين قدامكم الاخضر ذا ابو مربع. طبعا هذا الادن يا جماعه خير جالس خذ لك جالس يتوارثونه الاجيال. نعم ان اعددت جيلا ما ادري وش الشيء. بتقولون كيف يتوارثون الاجيال؟ اقول لك كيف. طبعا هذا الادن بلايندنس فقط لا غير. كيف بلايندنس يعطينا السلامه انه يعمي سرفايفل في حال دعس على الفخ حقك. مداري بتقول لي يا ادن ابو كلب اروح استعمل ادن ضغط افضل لي. لا مو افضل لك. هذا الأدن أبو كلب فعلا، ولكن ضد بعض الناس راح يكون قوي. وش هم بعض الناس؟ أنا أقول لك وش هم بعض الناس. بعض الناس يا صاحبي اللي واو اللي يجيك Objective Obsession. طبعا في البي سي في كثيرين يحطون Objective Obsession، فذا الأدن يوم أنه يدعس الفخ حقك تخيل راعي الأوبجيكتيف أنت تشوفه وهو ما يشوفك. لأنه فريدي ترى فريدي والله يا جماعة أنا ما أحب أقول عنه فريدي شيء، فريدي رجال أجودي، لكن فريدي حرفيا يطقع مع الاوبجكتيف. لانه الاوبجكتيف يخليك تشوف فريدي يا شيخ لو بينك وبينه نص جدار تشوفه ويشوفك، فهذه مشكله فريدي. فلو مثلا واحد يلوبك عند الشاك اوف ما يمديك تجيبه لانه شايف، فهذه مشكله فريدي. فيوم انك تحط ذا الادون واحد منهم يدعس على الفخ حقك خلاص انت كذا كنترت الابوجكتيف. سوي هذا واحد غيري يا شيخ. ايش فيهم صايرين ترولون واجد؟ ايش فيك حجي؟ ايش فيك؟ شكلها تمشي يعني كذا هذه الحركه. لو ما تمشي ما سووها والله، لو ما تمشي ما يسويها. انا اعرفهم شكله فيه كذا ماشي عليه هذه الحركه معين من الله خير. اوكي ما علي تصير علقنا اثنين اتتهم باقي مطار. والله شيء ممتاز صراحه والله يا جماعه الربع شيء. دقيقه حاليا ابغى اسوي شيء اللي هو ما ابغى اتلوب كثير، فعشان كذا بس دي الحركه. ها وهنا في واحد برا. هلا والله كذا يا الله والله تضبط دائما. وربي لا تضبط دائما يا جماعة الربع والله تضبط. وشو واو والله يا اني هقيت انك هذا ما راح يطيحها ترى. انا عارف انه عيا ابو ديد هارد ما يطيحها الا شو اسمه لايش قلنا ديد هارد. ما عندي مشكله اكسر ام التوتم طز فيه، اهم شيء خليني على الاقل اعلق واحد بس. انا رجال ما يطمع، اذا علقت واحد اموري بخير. اثنين زادت الخير زادت الخير خيرين يرحم امك. خلاص ايش فيني قاعد اكلس طول اليوم؟ معك مفتاح صح؟ عادي عسيت المفتاح. في واحد في التعليقات قال لي يا وليد خليهم يشيلون المفتاح بس شرط يشيلون الموري. ما عندك مشكله، انا والله ما عندي مشكله مع الموري، بس صراحه صاير ذي الايام هذه ريسبكت يا عمي والله ما اسوي ريسبكت. ايش وضع امكم؟ صاير لي ايام استعمل موري ضد الناس اللي يجون اثنين تول بوكس. خلاص يعني حتى اي كلر لازم يصير يستعمل الموري على اثنين تول بوكس، لانه لو جينا للواقع داخلين ضدك اثنين تول بوكس فانت ايش تسوي في الجيم ترى؟ والله الجيم طار عليك، والله العظيم طار. مع السلامه. وش بتسوي في الجيم؟ تتخلي اثنين تول بوكس؟ تبغى تفوز؟ والله ما تفوز لو انك ايش؟ واذا تفوز تفوز، لكن يعني الجماعه اللي ضدك مو داخلين عشان والله يجمعون نقاط ويحلبون الجيم زيك، داخلين علشان شو اسمه؟ علشان يعني يقهرونك باختصار شديد. تعال بس تعال. عطني ديسايسف. اثنين تول بوكس يطيرون الجيم بسرعه. فاللي ضدك تراي هارد حط لهم موري تراي هارد. حلال عليهم حرام عليك؟ لا. ما دخل. صح يا
خلوديوس زيتونه والله كلهم زيتونات يا رجل مصيبه والله انا ما ادري كيف قاعد اشوفهم صراحه والله ما ادري كيف قاعد اشوفهم فيكم قاعد تطيحون بمايند جيم رخيص وانا قاعد اطفخ عشان داري راح يرجع بس لازم ما ارخي دفاعاتي حرفيا لازم لا ارخي دفاعاتي ابدا 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 بعد بابا تعال انت قاعد تسوي قاعد تسوي اطلب وجهك كله عشان البورتايم يا عمي خلاص افهم افهم ما راح اشيله من جنبي والله يا اخي وضعهم غني والله يا اخي ايش اسوي لكم انا الحين امانه ماني فاهم كسرونا القلب تعال عطني سايسف نبغى اوبسيشن عطنا لا ما في سايسف اصلا ولا واحد مع سايسف كيف عرفت ما في تحت اوبسيشن اللي معاه سايسف يجي اوبسيشن لو معاه واحد سايسف كان هو صار اوبسيشن فما في اوبسيشن فمعناته ما في احد خلنا نروح خلنا نروح المره ما يحتاج نفيق عشان نجي على الجنريترات القريبه من هنا على حد علمي اني ما استعملت شو اسمه الى الان اوكي What is this? What is this? For what? Why? ما يعني والله ما 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 والله ما ما شو اسمه ما أدري ما أدري والله ما أدري إيش قاعد يصير كيف أدخل ديد باي دايلايت في 2019 يجوني ناس زي كذا ماي جود تصدمون حياتي إذا رانكات 1 أو ماي جاد لا الله يرحم أمك مستحيل رانكات 15 17 18 مستحيل رانك واحد فيهم مستحيل اللعبة مبكبكة ودخلتني مع ناس جديدين يا عمي والله تصدم حياتي اثنين رانكين رانكين او ماي جاد لا يا شيخ شهادة حق انا ما انكر ان البيلد اللي عندي قوي وانا عارف ان البيلد ذا في فريدي بيلد قوي جدا وبنفس الوقت انا حاط ادونات قويه وحتى الاردن اللي حاطه الاخضر الاردن الاخضر انا حاطه كذا ترى حاطه يعني يوزلس اذا جاء ضدي اوبجكتيف سيشن عشان اكنتره فقط لا اكثر ولا اقل بس ما هو ضدي اوبجكتيف سيشن وانا داري انه ذا الجيم يعتبر جيم حظ بس يا اخي وقت التسجيل حظ تعالوا لي غير التسجيل يعني وقت التسجيل حظ والله مستغرب يعني انا حاليا قاعد اجرب ذا البيلد في فريدي ابغى اوريكم ان البيلد ذا قوي ولا بس حرفيا هذا البيلد قوي ترى البيلد ذا قوي والقطعه الخضراء صح انا ما كملت لكم السالفه بدايه المقطع هذه جالسين يعني تنتشر من جيل الى جيل بالكيلرات هذه قويه قويه وعلمها له وخويي علمني اياها وانا الحين جالس اعلمكم اياها وانت يا صاحبي راح تعلمها لخويك وخويك يعلم خويك لين تنتشر ذا لادون لانه ذا لادون راح يعتبر يوزلس بس بنفس الوقت راح يعتبر كويس الاوبجكتيف سيشن انه فادي يتكنتر من اوبجكتيف سيشن انا ودي صراحه اخذ جيم ثالث لكن الحين الساعة جماعة الخير 3 في الليل بمنتج لكم ذا المقطع وبرندره وبرفع لكم اياه على الساعة 1 الظهر لازم تشوفونه 1 ما ابغى اتاخر عليكم ولا صراحة لو اني قاعد اسجل بالوقت المعتاد الساعة 8 6 المغرب غالبا بسجل مقطع ثالث جيم ثالث مو مقطع ثالث
وبس والله شاكر لكم على المتابعه، اتمنى اكون كفيت وفيت. جان جيم صراحه ما ادري وش اوصفه صراحه، اذا تجيكم اقيام حظ زي كذا يجونك سرفايفل زي كذا يتسدحون ورا بعض بالله يعطني، لانه انا صراحه لي فتره جدا طويله ما قابلت نوعيه زي كذا والله صراحه لي فتره جدا. انتم شايفين مقاطع في القناه ما يحتاج الواحد يقول لكم لي فتره، تعرفون من متى قابلت ناس زي كذا؟ من اخر مقطع لي لفريدي بالبلد القوي مره من تقريبا 3-4 شهور. واو يا شيخ واو من جد صارت لي. المهم شاكر لكم على المتابعه، اتمنى اكون كفيت وفيت. في النهايه غالي وصلت ذي النقطه وما حطيت اللايك اتمنى تحط اللايك، واذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول، واذا في عندكم اقتراحات الالعاب قادمه تبغوني اسجل عنها ازدحوا لي اسميها تحت في التعليقات. في نهايه كل مقطع ما اقول غير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.